لبستي مزيان. هذا دا يبيع شي حاجة، هذا ولا كيدير شي حاجة، هذا باينة كشترتي وليتي مكشتر قاصح جيعان، كيما درتي محلتي لبستي مزيان، غايقولوا هذا كيبيع شي حاجة ولات فيه العياقة، تكشرتي غايقولوا جيعان قاصح كيجمع الفلوس كيخبي الفلوس. المهم كيما درتي مع هاد القوم اللي عندنا وحلتي باز اخويا باز. وبعض المرات كنكونوا زوينين وبعض المرات كنوليو خايبين، داكشي بحال حالة الطقس، أجواء مرة كتكون زوينة مرة كتكون متقلبة. هاد الأيامات تبان ليا محزوقة القضية في التيك توك، محزوقة الفيديو يلاه كيجيب 6 7 8 1 2، لكن نحيد حوايجنا وديروا لنا لايك قبل ما نوليو نتعراو حتى حنا نوليو نشطحوا ويوات. كاين واحد النوع كيضحك في وجهك فهمتي، هو كيضحك في وجهك ولكن كيضحك واحد الضحكه بزز، هو اصلا ما حاملكش، هو اصلا ما حاملكش، ارب السيف عليه خويا، ما مشروكش انا وياك التنفس، ما مشروكين والو فهمتي، هذا هو اللي بغيت نقول لك في حياتي. شي وحدينات في الفيسبوك دايره حجابي سر سعادتي، ولكن في الزنقة سر سعادتي بلا حجابي. تحياتي. بعض المرات كنصور راسي كنقول ما حتى واحد ما بقى كيعيط ليا من العائلة، شنو السبب؟ ما وقع شي حاجة، جيت نصور لقيت كلشي مات من قلبه. واحد خينا سولني قال لي علاش كدير الفيديوهات وكتلوحهم في اصلي في تيك توك، وعلاش كتلوحهم في الفيسبوك، وعلاش كتلوحهم في هادي، وعلاش كديرهم في ستوريات، وعلاش هادي، علاه فين بغيتي نلوحهم؟ لا 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 علاش نخلص كونيكسيون؟ مابقاش هاد التليفون نتفرج فيه، خاصني ندير شي حاجه، ديروا تاتوما شي حاجه، مابقاوش تخسروا كونيكسيون هاكا. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير هانين كلشي مزيان. واحد السيد جا عندي وشاد كارو بحال هكا، شاد كارو بحال هكا ماربور دير 50 ريال ديبا، شادو بحال هكا وجا عندي دخل عندي سولني شحال لبغي، كاين راه 25، المهم راه نحسب ليك 24. قال لي او بزاف اصاح في غادي نبات الثمن فهمتي، هو شاد الكارو بحال هكا، هو شاد الكارو دابا خاص قليل اللي غيفهم هاد البلان، هو شاد الكارو بحال هكا. يعني شنو هو الميساج اللي بغيت نوصل؟ ان كارو بشحال داير والبيضه بشحال داير؟ 25 ماشي هي 50 ريال. السلام عليكم العقول الراقية هما اللي غيفهموا، عاد جي انت تحاسب معايا في البيض. شكرا الأصدقاء، السلام عليكم بخير هاني كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تحياتي لكم، مرحبا بكم الإخوان. ها هو تمام زوين كما كتشوفوا، شي بلاي البيض، مرحبا بكم الإخوة مليح، اللهم بارك البلايا العيون، تحياتي ومرحبا ديجا قدنا في الثمن. ورمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. سعيد نعم، اللي فيه الدودة اش خاصو؟ زيت العيدة. حسن جدا. سير الأوكرانية راه فيها البيع والشراء والطيور والطبيعة وداكشي اللي كتقلب عليه. مال طان طان خليها عنك، طان طان مدينة زينة، احنا ما عيبنا عليها، احنا درنا فيديو ترفيهي، فيديو
ترفيهي فقط. ياك سمعتني، وجميع المناطق الصحراوية زينة وعايشين فيها، ما خلينا بوش دور، ما خلينا طانطان، ما خلينا الداخلة، ما خلينا التشيقد، تاشي بلاصة ما مشيناش ليها، كلهم ناس زينين. انت مانك صحراوي تقول هاد الهضرة، صحراوة قلب الطيب ناس دراوش الله يعمرها دار، تعاشرنا معاهم وعرفناهم. وما عمر شي واحد قال لك بزاطة. سير حيد 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 هذه من هنا، حيد درهم الكيلو، حيد حيد حيد. خلص الماء يجيك الضوء، خلص الضوء يجيك الكرة، خلص الكرة خوال البوطة، تعمر البوطة يتقطع الصباط، صايب الصباط تمرض المرأة، نوض المرأة تطيح انت، نوض انت يجيك الضوء. جيت كنجري باش نبارك لعيد المرأة، حتى العيد ديال الرجال اللي في عيلهم ديال العيالات، ما تنساوهم مش راه غيبقى فيهم الحال. هذه ليمونة، ليمونة شفتوها، هاد الليمونة هادي قرنتها بواحد الحاجة وكتشوفها مزيونة صراحة، كتشهي ياك المنظر ديالها، كيعطيك لان هذه ليمونه مزيانه، ليمونه تقدر ما تكونش حامضه، تقدر تكون حلوه. دابا غنفتحوها، حنا كنقشرو فيها، حنا ضربنا فيها النص، حنا كاع غنديرو فيها الثقه، وغنديرو فيها الثقة ونخليو هاد القشور ونفتحوها بحال هكا كيما كتشوف، درنا فيها الثقة وفتحناها بحال ما هكا. دابا غنذوقو منها واحد شوية، هاد الليمونة مزيانة. المقصود ديالي من هاد الفيديو، كاينين شي أشخاص كيكونوا كيبانوا لك زوينين وظريفين زعما كتنبهر بهم، ولكن فاش كتجربهم في شي حاجه كيطلعوا حامضين بلا قياس. تحياتي. النوع هو اللي كيبات فيق ودا الناس وغال فلوس تنزل عليه من السما، طنطان زوينه وناس هدرا واش كلشي عايش فيها باطين بحالكم هادي. الله يلا الكومنتير اللي صورنا فيه سباب ديال الفلوس. ربو بغيت نقول لكم واحد الحاجه، شكرا لك بزاف على هذا الكومنتير والله العظيم. ما كانوش كيدخلوا عندي الناس وكيكتبوا بحال هكا صاحبي، والله الا شكرا لك بزاف بيس. الله يرحم لك الوالدين الا ما خلي معك شي ابوني، خلي معك شي ابوني وشي لايك، بارطاجي الفيديو، الله ينورك. تحيه لك، لا تخف ما دام الله يحميك لا شيء يؤذيك. جيت انصحكم بواحد القضيه وغنمشي في حالي. عمرك ما تقول عندك صاحبي، عمر صاحبك ما يبغيك تكون احسن مني، ديما يحتقرك. ما كاينينش الصحاب، شي صاحبك راه ديما كيشوف فيك واحد الشوفه ناقصه، وقليل اللي كيشوف فيك شوفه مزيانه. كيشوف فيك انت واحد الشوفه ما كتوقعهاش منه. عندك اصحاب ليك راه صاحبك ما كيهضرش من مورا ظهرك، عندك اصحاب لك راه صاحبك كيبغي لك الخير، راه صاحبك غير كتنوض انت وكيشد بيك البرارد ديال هادشي. علاش دير صاحبك هما والديك وجيبك؟ انا شي نوع اللي كيسالي معايا مره
هو هذاك اللي كيفهم في الحرب وكيفهم في السياسة وكيفهم في الكورة وكيفهم في البيع والشراء وكيفهم في الداخلة والخارجة وكيفهم في الفلسفة وكيفهم في الرياضيات وكيفهم في كل شيء. ما كاينش شي حاجة اللي ما كيفهمش فيها، تعطيه تبدا ليه ما يسكتش، أو تجي تقلب جيبو ما تلقى عندو تا ريال، وتجي تسول على داك الشي راه ناقلوها من التلفازة وكيتفرج في الفيسبوك بزاف دوك الفيديوهات نجمة ستة. وتحية ليك من المنبر، لا عرفتي راسك راك تا هو.